الشيخ شعبان المنصور أحد مشايخ الطائفة العلوية في سوريا. سطع نجمه بعد عام 2011 وبعد تصاعد الصراع في سوريا. يقول البعض إن بساطته وزهده هو سبب شهرته، بينما يقول آخرون إن قربه من النظام هو السبب. الشيخ شعبان لديه مبادرات أهلية في محافظة حماة وتحديدا في مدينة سلحب التي ينحدر منها. هذا الرجل زاره وزراء ورئيس مجلس الوزراء وقيادات عسكرية. وصل الأمر إلى أن يلتقي وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو في أحد المواقع قبل 3 سنوات. إذا استمرينا في هذا الفيديو، هنا نرى طيار سوري يلقي التحية عليه كما نقلت بعض صفحات الفيسبوك المحلية، وكل ذلك بسبب مكانته وتأثيره على القاعدة الشعبية للنظام في المنطقة أو للحكومة السورية في منطقته. آخر مبادرة مشاهدينا للشيخ شعبان كان بناء هذا المشفى في مدينة سلحب باسم صالح عبد الهادي حيدر، والذي تم بناؤه من تبرعات الأهالي وجهود المتطوعين. يتسع هذا المشفى إلى 240 سريرا، بني على مساحة تزيد عن 12,000 متر مربع. كان لكن هذا المشفى تلزمه تجهيزات ومعدات طبية وطاقم العمل من أطباء وفنيين، وهذا ما طلبه الشيخ والقائمون على المبادرة من وزارة الصحة. وزير الصحة نزار يازجي رفض استلام المشفى، وهذا ما قاله في جلسة مناقشة أداء وزارة الصحة في البرلمان الأسبوع الماضي. وزارة الصحة لا تستطيع أن تقوم بتخديم هذا المشفى، والسبب الكادر البشري. يحتاج كادر بشري 675 موظف. يحتاج هذا المشفى ليرى النور من تجهيزات 7 مليار ليرة سوري. كلام الوزير ذلك أثار موجة من الغضب والتعليقات على وسائل التواصل. دعونا نتوقف عند هذه التغريدة. لي سنان يقول في تغريدته: طالما مافيات البلد ما عملت مليارات من المشفى فراح يضل يتعرقل الموضوع، منه هيك كل قيمة ما تم التذرع به لا يعادل تكلفة سهرة لهؤلاء الحيتان. سنة أو سينا سليمان: هيك مشروع في أيادي بيضاء بإذن الله راح يمشي لأنه انشغل فيه بضمير حي، وهن ما فيهم يعبوا جيابهم منه من هيك ما عم يستلموا. نغم فندي: يا ريت يطالبوا بمراجعة الفاتورة اللي صرفوها الوزراء لما حضروا لتدشين المستشفى، وتشوفوا قديش بيكونوا سرقوا من وراء هالزيارة. غفران سعيد: بيعجز الحكي يا عيب الشوم، بس يروحوا يعرضوا للاستثمار فندق أو ملهى ليلي بتظهر الملايين. البعض نشر صور الموافقات المعتمدة من رئاسة الوزراء والإدارة المحلية للمشفى، وأنه تم تخصيص المبلغ الخاص بالتجهيزات ضمن موازنة الأعوام الثلاثة الماضية. تساءلوا إلى أين ذهبت؟ الجواب جاء من سليمان مشقوق مدير التنمية الإدارية في وزارة الصحة. وسنويا يتم وضع الموازنة في إطار الزمني المحدد من الحكومة، لكن بما يتعلق في مشفى سلحف لم يتم رصد أي مبالغ عبر كامل السنوات. كان في كتب بس لأنه شفنا الكتب، لم يتم رصد أي مبالغ.